اهلا بحضراتكم من جديد. نقفل ملف الاهلي ونتكلم شويه على الحدث الاهم بالنسبه لنا، وهو منتخبنا الوطني المشارك في كاس الامم الافريقيه، واللي بحمد الله وصل لربع نهائي البطوله دي، وهي بطوله غاليه على الشعب المصري كله لان احنا واخدينها 7 مرات، نتمنى ان احنا نفوز بيها للمره الثانيه. فبالتالي هنقابل خصم قوي جدا جدا ومنتخب شقيق زي المنتخب المغربي في دور ربع النهائي، مباراه هتكون غايه في الصعوبه. هطمن حضراتكم على استعدادات منتخب مصر، لكن في البدايه خليني اروح سريعا عبر سكايب مع الصديق العزيز الاستاذ جمال بونوار الناقد والمحلل الرياضي المغربي من المغرب، عشان نتكلم معاه في استعدادات المنتخب المغربي وكيف يستعد المنتخب المغربي خلال الفتره الحاليه وخلال الساعات القليله المتبقيه قبل مباراه الغد المرتقبه امام المنتخب المصري. يا جلال اهلا بيك، منورنا وحشنا كتير. اهلا وسهلا كابتن امير، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي، بكل الجماهير المصريه. الشرف دائما ان اتواجد مع كابتن امير وكذلك الزملاء بقناه الاهلي، وان اطل على الشاشه المصريه من خلال قناتكم الكريمه. مرحبا اخي الكريم. وقناه الاهلي مش غريبه عليك، استضفناك في مره قبل كده معانا في الاستوديو هنا في 2019 لو تفتكر. صحيح، بيتك اكيد افريقيه. اهلا اهلا بيك. ازاي بيستعد المنتخب المغربي لمباراه بكره؟ مباراه اكيد صعبه على الفرقتين، يعني المنتخب المصري والمنتخب المغربي، لكن كلمني الاستعدادات ماشيه ازاي، جاهزيه اللاعبين بالنسبه للمنتخب المغربي. رومان سايس سمعنا انه جاله يعني كدمه في الكاحل او اصابه خفيفه في الكاحل، فعايزين نعرف ايه الاخبار بالنسبه للمنتخب المغربي من خلال معلوماتك. اكيد زميلي كابتن امير، استعدادات المنتخب المغربي لهذه المباراه هي استعدادات خاصة في ظروف خاصة، لأن الخصم من العيار الكبير، الخصم من العيار الثقيل. الآن نتكلم عن المنتخب المصري، الآن نتكلم على ديربي شمال إفريقيا، ديربي الإخوة الأشقاء بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري، يعني نعرف بطبيعة الحال صعوبة المباراة. قبل تقريبا ساعة من الزمن انتهت أو بدأت العناصر المغربية في الحصة التدريبية الأخيرة التي تسبق المباراة، وعموما تواجد اغلب اللاعبين بما في ذلك اللاعب غانم سايس كابتن المنتخب وباقي اللاعبين باستثناء غياب لاعبين عن الذين تاكد اكيد غيابهم عن مباراه الغد ضد منتخب الفراعنه، والحديث عن الحارس منير المحمدي بسبب الاصابه بكورونا، وكذلك المدافع جناح مدافع الايسر كرواني الذي كذلك اصيب بهذا الفيروس فيروس كورونا. فبالتالي تاكد رسميا غياب هذ اللاعبين. باقي العناصر الوطنيه هي موجوده حاليا رغم بعض الاصابات التي وقعت مؤخرا بسبب التدريب وظروف الرطوبه والحراره، وكذلك بعض الاحتكاكات البدنيه التي تكون دائما يعني امر طبيعي ان يكون في التدريبات خصوصا بالقاره الافريقيه. فكما قلت لك زميلي العزيز، مباراه كبيره، استعدادات يعني استعدادات مختلفه عن باقي المباريات، لاننا ننافس المنتخب المصري قيمه لاعبين كبار محمد صلاح والبقيه، يعني لابد ان يكون هناك عمل جبار من طرف المدرب المنتخب الوطني المغربي من خلال دراسه الخصم، من خلال كذلك محاوله الشرح للاعبين منظومه لاعب المنتخب المصري، وكذلك الاحتمالات توظيف مجموعه من اللاعبين. فبالتالي اظن ان المباراه لن تكون سهله على الطرفين، لاننا نواجه احد عمالقه تاريخيا كره القدم الافريقيه، والحديث اكيد على المنتخب المصري المتوج 7 مرات باللقب الافريقي الغالي. اكيد يعني كلامك كله مظبوط، واكيد المنتخب المصري منتخب كبير، لكن في نفس الوقت يا جلال برضو ان المنتخب المغربي منتخب كبير جدا، شفنا مستواه في البطوله من المنتخبات المميزه قوي قوي، ماشيين بشكل كويس الخط الامامي الهجومي، حتى لو فرص كتير جدا بتضيع من المنتخب المغربي وشفناها في المباراه الاخيره، لكن بيقدروا يوصلوا للمرمى كتير، بيقدروا ان هم يحرزوا اهداف بشكل مميز. فبالتالي خلينا اسالك، هل هيكون في استراتيجيه مختلفه من وحيد خليلوزيتش في مباراه الغد امام المنتخب المصري بالتحديد بخصوص الشق الهجومي او بخصوص الاستحواذ على الكره، سيناريو تكتيكي معين بيفكر فيه، ولا الامور ماشيه ازاي؟ وهل المنتخب المغربي هيكمل بالسيستم اللي كان ابتدى بيه البطوله ولا لا؟ السيستم الفني يعني تحديدا. نعم
اعتقد ان لكل مباراه ظرفيه خاصه، وهذه المباراه مباراه تسجيل بشمال افريقيا، مباراه المنتخب المغربي ضد المنتخب المصري ستلعب على جزئيات صغيره، وهذا هو الامر الذي وجب على مدرب المنتخب الوطني المغربي ان يكون يعني سباقا لدراسه المنتخب المصري، لان اللعب على جزئيات صغيره من قبل استغلال الضربات الركنيه، استغلال ضربات الاخطاء، التدريب كذلك على ضربات الجزاء، لاننا قد نذهب جميعا الى ضربات الجزاء، ونتمنى ان يكون حارس المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو يعني في يومه كما نقول، ان يكون مستعدا للمباراه، فاكيد ان هذه المباراه مختلفه على باقي المباريات، منتخب مالاوي او مباريات دور المجموعات، لاننا سنلعب ضد لاعبين لهم من التجربه، لاننا سابقا بدايه البطوله لما نلعب المنتخب المصري ضد المنتخب النيجيري اتذكر جيدا في احدى المجموعات الخاصه بالمحللين وكذلك الاعلاميين الافارقه قلت لهم ان المنتخب المصري سيعود في البطوله لان له من التجربه وله من يعني تجربه البطوله، يعني له نفس البطوله، يعني هذه انت نازل في المباراه الاولى ولكن له من التجربه ومن النفس ان يذهب بعيدا في البطوله، فاقول لك ان مدرب المنتخب الوطني المغربي يفطن جيدا لهذه الامور واكيد سيحاول ان لا يلعب بتلك الطريقه التي لعبنا ضد مالاوي، يعني الاستحواذ والدومينيشن، يعني ان نسيطر على 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 الكره ونهجم بالثقل الهجومي، لاننا اذا مثلا اشرف حكيمي صعد كثيرا او كذلك ماسينا الظهير الايسر المغربي صعد كثيرا فاكيد انك ستترك فراغات في الخلف، فلابد لاشرف حكيمي والظهير المغربي الايمن وكذلك الظهير الايسر اشرف ماسينا ان يتحلوا بالجانب الدفاعي، وانا اقول ان يركزوا جيدا بشكل دفاعي لاننا وكذلك ان نسيطر على وسط الميدان لاننا سنلعب ضد عمر السولية، عمر السولية في اعتقادي الشخصي ان عمر السولية احد افضل لاعبين في البطوله لاعب الاهلي لانه يحمل المنتخب المصري على يعني ثقل مباريات المنتخب المصري، فبالتالي سيكون في مواجهه كبيره ضد سفيان امرابط اللاعب متوسط الميدان المنتخب المغربي، فاظن ان 50% اتمنى واعذروني ان لا يتكرر سيناريو مباراه مصر والمغرب في دور الربع في كان الغابون سنه 2017 لما استحوذنا في المباراه لكن كان هناك خطا دفاعي وهزمنا بسبب خطا في التغطيه من هدف كهرباء نتذكره جيدا مراره تلك الهزيمه لاننا لعبنا جيدا ولم نستفيد بسبب ان شاء الله بص هقول لك على حاجه ان شاء الله السيناريو يتكرر وان شاء الله منتخب مصر يفوز، طبعا انا مصري وانت مغربي فاكيد انت هتتمنى المغرب واحنا هنتمنى مصر، فان شاء الله اكيد احنا بنتمنى المنتخب باذن الله يكون موفق بكره في المباراه، لكن خليني اتكلم معاك في شق تاني وهو بيتعلق بالمواجهات التاريخيه ما بين مصر والمغرب، تاريخيا المغرب متفوقه بفارق كبير 13 انتصار مقابل 3 انتصارات فقط للمنتخب المصري و11 تعادل بين المنتخبين الكبار، هل دي مؤشرات، هل ارقام زي دي ممكن تدي دافع معنوي اكبر وثقه اكتر عند المنتخب المغربي ولا كيف يتعامل الجهاز الفني مع هذه الارقام؟ شوف اكون صريح معك تاريخ المواجهات ربما بين الفريقين هو لفائده المنتخب المغربي لكن في غمار كاس افريقيا هذه المنافسه بكل ظروفها اظن ان المعطى التاريخي يذهب الى الجانب المصري، يعني مصر بطل 7 مرات، المغرب لم يفوز بهذه البطوله منذ سنه 1976 فيعني هناك 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 صعوبه لدى المغاربه، يعني احنا لو وصلنا دور النصف النهائي فاعتقد انه انجاز تاريخي لان منذ سنه 2004 لم نفوز في مباراه في الدور الثاني منذ سنه 2004 فبالتالي اعتقد ان المباراه صعبه جدا على المنتخب المغربي، وانا شخصيا اقول ان تجربه المنتخب المصري قد تضعه ك يعني في نظري ان هو مرشح ان يفوز بهذه المباراه، لكن الثقه في العناصر المنتخب الوطني المغربي لانهم لاعبين يريدون ان يبصموا وان يكسبوا بميدان الفخر اسمائهم في سجل كره القدم المغربيه والافريقيه، فبالتالي 50% مع قوه نسبيه للمنتخب المصري. مش متفق معاك قوه نسبيه للمنتخب المصري لكن هي قوه نسبيه للمنتخب المغربي، اخيرا وبشكل سريع توقعاتك لنتيجه المباراه بسرعه.
اتوقع ان شاء الله انتصار المنتخب الوطني المغربي 1-0 من تسجيل نجم مدينه فاس العلميه يوسف النصيري، او تعادل والذهاب الى ركلات الترجيح مع تالق نجم المنتخب المغربي ياسين بون. يا استاذ اكيد يا استاذ جلال بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله احنا كمان نتمنى المنتخب المصري هو اللي يفوز، توقعاتك تطلع غلط باذن الله، لكن انت شرفتنا ونورتنا وكنا سعداء جدا بتواجدك معانا الاستاذ جمال بن نوار الصديق العزيز والمحلل الرياضي والناقد الرياضي المغربي، كان معانا عبر سكايب واتكلمنا مع استعدادات المنتخب المغربي. هطمن حضراتكم كمان على استعدادات المنتخب المصري، بس نروح لفاصل الاول ونرجع نكمل مره ثانيه، يلا بينا.